لكن انا عايز اروح لحاجه تانية. هي مساله الاول، انت عندك كم سنه؟ انا 27 سنه. ما شاء الله. قول لي بقى، راجل عنده، لا شاب عنده 27 سنه، راجل زي الفل، ملو هدومه زي ما بيتقال، ازاي خدت قرار وفي نفس الوقت قدرت الخطوات، السعي، الطريقه اللي خلتك بانك تبقى بتشارك في عمل عام من جهه، ومن جهه اخرى في انك انت كمان تبقى بتشارك في العمل الحقيقي والرسمي، ومن ناحيه تانية العمل من خلال نماذج المحاكاه؟ طيب انا مولود ومتربي في المنيا. مدينة المنيا ممكن هي اقرب شوية للقاهرة او اقرب شوية لكده، ولكن في قرى في المنيا توجع القلب طبعا. يعني بتنزل القرى دي ما عندهمش حقوق بسيطة جدا. زمان ايام بداية الالفينات لما انا كنت لسه شاب صغير وكنت بنزل القرى دي وتشوف الناس دي محتاجة انه تشتغل عليهم، فلما تشوف ان هو في فرصة لأجندة دولية جديدة بتتعمل، والأجندة الدولية دي في دول معينة بتكون قاعدة شايفة انه مثلا التعليم مش أولوية يعني مش شرط التعليم بس حاجة من القضايا اللي بتتناقش مش أولوية، لأن هم عندهم في بلدهم عندهم اكتفاء ذاتي، والدول دي بيكون ليها صوت قوي في المفاوضات، وبالتالي غالبا ممكن الحاجة زي كده تتهمش أو يتركن دورها شوية أو ما تاخدش الضوء اللي هي محتاجة انه يكون متاخد. طب أنا فين دوري؟ أنا جاي من حتة موجود فيها المشكلة والقضية دي محتاجينها، طب إزاي إن هو ما تكونش موجودة في أجندة دولية؟ وفي دول كتير جدا، أنا سافرت كتير جدا جدا وشفت يعني دول نامية ودول متقدمة، وشفت القضايا المشتركة اللي أنا اشتغلت عليها موجودة هنا إزاي وموجودة هنا إزاي. طب أقارنهم بمصر، طب ما مصر محتاجة إن هي نشتغل، طب ما هو الدول النامية التانية محتاجة إن احنا نشتغل عليها طبعا. طب ليه الكلام ده ما يعممش في أجندة واحدة؟ الأجندة دي تتطبق على كل دول العالم. انت يا سيدي راجل عندك اكتفاء ذاتي في دولتك، خلاص انت هتوقع الأجندة عشان عندك نقط تانية في الأجندة محتاجة، بس ما تشتغلش على النقطة دي، خلاص انت قول ان انا مكتفي، انا وصلت لي البرسنتج المعين، النسبة المئوية المعينة اللي الأمم المتحدة وصلت عليها وخلاص انا خلصت. ولكن ده دوري بقى، يعني ليه انا اشوف ناس في بلدي او في بلاد تانية عندها القضية دي، وبس علشان حد مكسل من دولة تانية او حد عنده أجندة معينة في دولة تانية احنا مش مهم بالنسبة لدولتنا كده؟ لا، انا مهم بالنسبة لدولتي، مهم بالنسبة للشباب اللي في المنطقة العربية ان هم يشتغلوا على القضية دي، فانا هتكلم عليها وهدخل في المفاوضات مع الدولة دي وهقف مع الدولة دي وهقول لهم انا وجهة نظري ووجهة نظر شباب الشرق الاوسط وشمال افريقيا كذا، مش عاجبك تعال نطلع بره قاعة المفاوضات ونتكلم مع بعض وهشرح لك واقنعك بوجهة النظر دي. والله ما اقتنعتش، خليك ثابت على وجهة نظرك وانا هحاول اقنع الدول التانية ان هي تقف معايا. وطبعا يعني انا في بقالي في المجال ده ممكن تقريبا 10 سنين من وانا عندي 17 سنة ما شاء الله. مصر من اول يوم انا كنت موجود فيه هو اي قضية احنا شايفينها كشباب عندنا مشكلة فيها بنروح بنتكلم مع البعثة بتاعتنا في نيويورك، والله الوضع 1 2 3 يقولنا اوكي اشتغل واحنا معاكم، اشتغل واحنا بنسبورت، طب ايه رأيكم ما تغيروا مثلا في التكتيك بتاعكم اعملوا كذا كذا كذا. وكتير كمان من الدول العربية بتبقى واقفة معانا وبتدعمنا ان هو احنا بنمثل الشباب بتوعكم نشتغل معاكم على الموضوع ده. بص مش عارف اقول لك يا سامح ولا يا دكتور سامح، بس انت حاجه تشرف. ربنا يخلي حضرتك والله، حاجه تفرح وحاجه تشرف ونموذج على الاصرار يعني. طب انا اخيرا قبل ما اختم من لقائنا ده، خلال العشر سنين دول انت بدات تشوف انه حصل تطور في مساله فرصه التعليم لدى اهالينا، بالذات خصوصا انت جاي من المنيا من الصعيد، واي حد صعيدي عارف ان احنا عندنا في الصعيد المساله كانت صعبه قوي 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 يعني. فانت بتشوف ان الموضوع بدأ يتطور، انه العجلة بتتحرك، القطر بيتقدم زي ما بيتقال، ولأي مدى؟ هو يعني بالطبع في سيستم قوي محطوط حلو، ولكن ينقصه طبعا بعض الحاجات. هو نظام جديد جدا، ومن وجهة نظر الشخصية هو نظام قوي جدا، ولكن ينقصه بعض التدريبات، بعض التوعية، بعض نقط، في نقط معينه كده المفروض ان هي تكون مشروحه ومتسهله على المعلمين وعلى الطلاب. لحد النهارده لسه مش موجوده، ولكن كاوفر اول سيستم كنظام بصوره عامه انا شايف بصراحه ان هو اهتمام الدوله بمساله اتاحه التعليم للناس حاسس انه في تقدم طبعا ملحوظ طبعا. الناس في الصعيد حاسه بده؟
زي ما كنت بقول لحضرتك دلوقتي، علشان في نقط معينه ناقصه في الشرح والتوعيه، عايزينها تتنور اكتر. بالظبط، الناس مش فاهمه انه ليه الدوله بتعمل نظام تعليم زي ده، مع ان نظام التعليم ده وفي دول كتيره جدا على مستوى العالم بتسترشد بالنظام الاديوكيشن 2.0 اللي هو مصر بتعمله النهارده، دول كتيره جدا بتسترشد بيه. فليه انت يعني انت كمعلم مش فاهم؟ حاول انك تفهم، اسال اسئله، لكن ما تبقاش ان انت مقفول من النظام من قبل ما تفهم والنظام ده ايه هدفه، وتفهم وتستعلم وما الى ذلك.